حياكم الله متابعي قناة ثاب راي. قبل ما نبدأ المقطع لا تنسوا الاشتراك في القناة وسجلوا ايميلاتكم في التعليقات تحت، لأن بنسوي سحب على هواوي بعد ما نكمل 1000 مشترك. اليوم تغطيتنا عن سيارة إيطالية سبور من الدرجة الأولى، هذه ألفا روميو 4C سبايدر 2016. تعتبر السيارة هذه مميزة لأنها مصنوعة من الكربون فايبر بكامل، البادي حقها كله كربون فايبر. السيارة هذه مصممة لحلبات السباق مع إمكانية استخدامها في الشوارع العادية، يعني تعتبر سيارة ويكند إذا كان جو حلو، مثلا الواحد يبغى يطلع بسيارة كشف، هذه سيارة مرة حلوة أو ممكن الواحد يستخدمها في حلبات السباق. مكينتها جاية في النص أو في الخلف تقريبا، صغيرة المكينة، 4 سلندر 1.8 لتر تيربو، 237 حصان و 258 نيوتن، 6 سرعات. بس بما أن السيارة كاربون فايبر وخفيفة جدا، تنافس البورش كاريرا تي والتشالنجر هيلكات تقريبا من 0% في 4 ثواني. شوف السيارة من جوا، سيارة تعتبر صغيرة مرة لأنها كرسيين. شوف شلون، طبعا البادي حقها كله كاربون فايبر، فصايرة سيارة خفيفة مرة. هذا الباب، سيارة كشف تعتبر، وهذا شكلها من داخل. نشوف مواصفات السيارة، المساكة هذه جلد عشان الوزن، هنا فيها أزرار، فيها مثبت سرعة، فيها بدل شيفترز حق التغيير، تشغيل عادي، مفتاح هنا، الأنوار، الضباب، مكيف، تحكم بالمكيف، هنا الجير 1NRAM، هذا الشبابيك، هذا شكل المود حق السواقة، هنا الفليشر. سيارة غريبة، هذا الطبلون حقها صغير، ما في شاشة كبيرة، فيها مسجل عادي، يعني سيارة حقت سباق. الكراسي حقتها باكيت سيتس، المكيفات حقتها دائرية، فيها اللمبة هذه، وهنا الكشف. هذا المنظر اللي تشوفه، اللي الواحد يشوفه وهو يسوق سيارة نازلة مرة. صرفية البنزين 15.9 بنزين 95، تعتبر يعني صرفيتها ممتازة. أما بالنسبة لسعر السيارة هذه ألفا روميو 4C سبايدر موديل 2016، 184,675، سعرها الأصلي فوق 300,000 لكن مسوين عليها تخفيض بما أنها سيارة مخزنة. في النهاية أتمنى يكون هذا المقطع عجبكم، وإذا كان عجبكم لا تنسوا لايك شير سبسكرايب، وعطونا اقتراحاتكم وش تبون تشوفون سيارات في المقاطع الجاية. شكرا على المشاهدة.